من دبي معي دكتورة لانا اخشلان استشارية الامراض الجلدية من بورد الجلدية الامريكي. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتورة لانا. اذا نتحدث هنا فقط عن كريمات التبييض البشرة ام كريمات اخرى ايضا؟ شكرا كثير على الفرصة ان نحكي في هاي الموضوع، لانه هي موضوع كثير مهم وكثير مخطرة. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. في كثير ناس عم يستخدموا الكريمات الطبية بشكل غير طبي او بدون نصيحة او استشار الطبيب. تمام. فهي كثير مهمة كثير، لانه طبعا كل الأدوية ممكن عندهم نتيجة يشفي وممكن كمان يضر، خاصة إذا عم نستعمله بطريقة غير المسؤول، يعني غير المضبوط. نعم، هذا مرتبط يعني ليس بالضرورة بالكريم بحد ذاته، ولكن أيضا بنوع البشرة. صحيح، يعني ممكن هو كريم مفيد ولكن لا يناسب بشرة فلانة مثلا. صح، كلامك صح مضبوط. هدول الأدوية نحن بنستخدمهم للأمراض يعني سبب معين، ولما الناس عم يستخدموها بطريقه غير معينه يمكن ما يناسب بشرتهم او ما يناسب المرض اللي عندهم اياه. بقى هي كثير مشكله كبيره، ولازم العالم الناس كلهم يعني يستشيروا طبيب جلديه عشان ياكدوا انه هذا الكريم يستفيد لبشرتهم. أنا أشكرك جزيلا من دبي دكتورة لانا خشلان استشارية الأمراض الجلدية من بورد الجلدية الأمريكي. شكرا.